أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو رقم 18 من سلسلة تعليم الشطرنج للصغار المستوى المتقدم. ده الدرس رقم 2 الجزء الأول. في الفيديو ده هنشوف الجزء الأول من الدرس الثاني، وهو بيستغرق حوالي 20 دقيقة وبيبدأ بمقدمة تعريف بالبرنامج مدتها دقيقة ونص، يمكنك تجاوزها إذا كنت اطلعت عليها سابقاً. أما الأجزاء الأخرى من الدرس فهنشوفها في فيديوهات أرقام 19 و20 و21 و22 و23. الفيديو 18 هنشوف فيه الجزء الأول، وهنشوف فيه التدوير المختصر ومباراة رقم 6، وبعدين في الفيديوهات اللي بعد كده هنستكمل الدرس الثاني. أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات سلسلة تعليم الشطرنج للصغار المستوى المتقدم. الفيديوهات دي من إعدادي أنا الدكتور عصام حمودة. الفيديوهات دي لمين؟ كل من بلغ عمره 8 سنين فأكتر يقدر إن هو يتابعها بنفسه ويتعلم منها، وكمان المدربين يقدروا يستعينوا بالمادة اللي فيها لتعليم الشطرنج للأطفال، سواء في المدارس أو في الأندية أو حتى أولياء الأمور. حتى اللي ما يعرفوش قواعد اللعبة بيمكنهم متابعة الفيديو ونقل المعلومات اللي فيه إلى أبنائهم الصغار. إيه هو الغرض بالفيديوهات دي؟ بعد ما تعلمنا كتير من مبادئ الشطرنج في النصف الأول من المقرر اللي كان عبارة عن 12 فيديو، بنبدأ دلوقتي في المستوى المتقدم وبنتعلم التكتيك ومبادئ مرحلة الافتتاح ونهاية الدور، ونكتسب وننمي مهارات اللعب وطريقة التفكير في الشطرنج. إيه هو برنامج السلسلة دهيت؟ السلسلة دي بتتكون من 12 درس في الشطرنج، وكل درس بيتكون من مادة تعليمية، وبعدين بتشوف عليها تدريبات وتطبيقات، وكمان بنحلل أدوار شطرنج متنوعة. إيه طريقة عرض الفيديوهات؟ أنا خليت الفيديو حوالي 20 دقيقة علشان تركيز الأطفال يفضل مستمر، إنما الدرس بيبقى منقسم إلى حوالي من 3 إلى 6 فيديوهات. أقدر أشوف فين الفيديوهات دهيت؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشطرنج العربي. ممكن تخش على جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، أو ممكن تخش على لينك القناة مباشرة وأنا كاتبه قصادك. ودلوقتي تعال نشوف الفيديو. في الفيديو ده هنتعلم التدوين المختصر. احنا كنا قبل كده بنعمل بالتدوين الكامل او التدوين الطويل اللي بيسموه long notation، يعني التدوين الطويل. تعال نشوف بعض النقلات. الابيض بيبتدي بيحرك البدء بتاعه من ال H2 لل H4، بيرد الاسود بتحريك البدء بتاعه من ال H7 لل H5، بنكتب H7 شرطة H5. البيضة ال E4 بياخد البيضة اللي في D5، بنكتب E4 takes D5، وبعدين نايت اللي في F6 أخد في D5 اللي هي كانت البيضة. طبعا احنا ما بنكتبش الحاجة اللي كانت في D5، بنكتب بس takes D5، وبعدين البيضة اللي في E6 هياخد البيضة اللي في D7. E6 takes D7 اهوت، وبعدين الرخ اللي في F8 هيروح D8. ادي رخ F8 شرطة D8، وبعدين الرخ اللي في F1 هيروح E1، رخ F1 شرطة E1، وبعدين البيضة اللي في A7 هياخد البيضة اللي في B6، A7 takes B6، وبعدين الرخ اللي في A1 هياخد الرخ اللي في ال A8، رخ A1 takes A8، وبعدين الرخ اللي في ال D8 هياخد الرخ اللي في ال A8، وبعدين البيضة اللي في ال D7 هيتقدم لل D8 وهيرقي وزير، والوزير هيقول كش للملك. D7 شرطة D8 وجاب وزير، والوزير قايل كش للملك لعلامة البلس اللي في الآخر. بعدين الرخ اللي في A8 هياخد الوزير، بنكتب رخ A8 takes D8، وبعدين الحصان اللي في D2
هيتحرك ويروح للمربع B3 نايت اللي هو N كابيتال D2 شرطة B3، ده اللي بنسميه التدوين الطويل، وده اللي احنا اتعودنا عليه. تعال دلوقتي نشوف نفس النقلات دهيت هنكتبها ازاي بالتدوين المختصر اللي هو بيستعمله تقريبا كل اللاعبين واللي هنستعمله احنا من دلوقتي والى النهاية. ده التدوين المختصر اللي هو الشورت نوتيشن. احنا كنا بنكتب ال H2 بيتحرك الى ال H4، المرة دي خلاص هنكتب H4 على طول، مش هنكتب ال H2 شرطة H4، لا هنكتب على طول H4. وبعدين البيضة اللي في ال H7 هيتحرك لل H5، هنكتب بس H5. وبعدين البيضة اللي في ال E4 هياخد البيضة اللي في ال D5، مش هنكتب اسم المربع اللي كان فيه البيضة، هنكتب بس اسم العمود اللي هو E takes D5. اصلا مفيش حاجة هتاخد البيضة اللي في ال D5 غير البيضة اللي هو في ال E4. نكتب ليه E4؟ نكتب E بس. وبعدين الحصان هياخد البيضة اللي في ال D5. هنا بقى لو احنا خدنا بالنا، ممكن الحصان اللي في ال F6 هو اللي ياخد البيضة اللي في ال D5، وممكن الحصان اللي في ال E7 هو اللي ياخد البيضة اللي في ال D5. فعلشان ما نلخبطش بنكتب نايت اللي في F، يعني الحصان اللي في العمود F، ما بنكتبش في ال F6، بنكتب F. يبقى الحصان اللي هو في العمود F، مفيش غير الحصان اللي هو كان في ال F6 takes ال D5. وبعدين البيضة اللي في ال E6 أخد البيضة اللي في ال D7، ما بنكتبش E6، بنكتب E بس. يعني البيضة اللي في عمود E أخد ال D7، مفيش غير بيضة واحد اللي هو البيضة ده هو اللي ممكن ياخد البيضة اللي في ال D7، فمفيش داعي نكتب إن هو E6، نكتب E بس takes D7. وبعدين الرخ هتيجي في المربع D8. ممكن الرخ اللي هي في ال F8 هي اللي تيجي في المربع D8، أو ممكن الرخ اللي هي في ال A8 تيجي في المربع D8. فإحنا بنكتب روك اللي في F، يعني روك، ما نكتبش روك اللي في F8، لأ بنكتب روك اللي في F بس، ومفيش شرطة خلاص، بنكتب روك F D8، يعني الرخ اللي كانت في عمود ال F هي اللي راحت D8. لو كانت الرخ اللي هي في ال A8 هي اللي راحت ال D8، كنا هنكتب روك اللي في A أو روك A D8. ونفس الموضوع احنا هو بالنسبة للأبيض، الرخ هتيجي في المربع E1. ممكن الرخ اللي في ال F1 هي اللي تيجي، وممكن الرخ اللي في ال A1 هي اللي تيجي في المربع E1. فاحنا عشان نوصف النقلة دهيت بنقول رخ اللي في F E1، يبقى رخ F E1. وبعدين البيضة اللي في A هياخد البيضة اللي في ال B6، ف A takes B6، ما بنكتبش A7 زي قبل كده takes B6، لا A takes B6، عشان هو أصلا مفيش أي حاجة ممكن تاخد البيضة اللي في ال B6 من البيادق غير البيضة اللي هو في ال A7، فمفيش داعي نكتب ال A7، نكتب A takes B6. وبعدين الرخ اللي في A1 هتاخد الرخ اللي في ال A8، هنا هوت مفيش غير رخة واحدة هي اللي ممكن تاخد الرخ اللي في ال A8، فبنكتب روك takes A8. فمنكتبش المربع اللي كان فيه، بنكتب روك بس takes A8. وبنفس الموضوع الرخ اللي هي في ال A8 هتاخد الرخ اللي هي في ال A8، طبعا مفيش غير رخ واحدة هي الرخ دهيت، فمش هنكتب المربع بتاعها، هتبقى روك takes A8. وبعدين هنكتب النقلة بتاعت الترقية الكل اللي هي بتبقى D7 شرطة D8 كوين، هتتكتب بس G8 كوين كش، يعني البيضة انتقل إلى ال G8 وجاب وزير، والوزير قايل كش للملك. الرخ دي هتاخد الوزير اللي بيقول كش للملك، مفيش غير الرخ بس ديت هي اللي ممكن تاخد الوزير، فنكتب R takes G8. نيجي هنا هيجي الحصان، من الحصانين دول هما هييجوا في المربع B3، أنا حصان فيهم؟
هنا هو الحصانين في العمود دي، فما بنكتبش النايت اللي في دي ب3، ما ممكن برضو النايت ده برضو في دي، فبنكتب هنا رقم الصف، يبقى نايت اللي في 2 ب3، يعني الحصان اللي في الصف الثاني هو اللي راح للمربع ب3، عشان الحصانين كانوا على نفس العمود. احنا فاكرين لما كنا الرخ اللي كان في الاف 1 والرخ اللي كان في الاي 1 هيجوا في المربع اي 1، كتبنا رخ اف اي 1، لما يكونوا على نفس الصف بنكتب الحرف بتاع العمود، ولما بيكون القطعتين على نفس العمود بنكتب رقم الصف. وبكده بتكون نفس النقلات اللي كنا كتبناها بطريقة مختصرة وبسيطة، والطريقة دي كل اللاعبين في كل العالم هم بيكتبوا بيها الأدوار بتاعتهم. ومن دلوقتي وإلى النهاية هنعتمد الطريقة دهيت في كتابة الأدوار وفي التعليق على النقلات. ودلوقتي تعال نشوف المباراة رقم 6. احنا أخدنا في الدرس الأول 5 مباريات وحللناهم، ودي أول مباراة في الدرس الثاني تبقى رقم 6، وإحنا بإذن الله لحد نهاية السلسلة دهيت هناخد حوالي 90 دور هنحللهم، وبإذن الله هتكونوا في النهاية من اللاعبين الممتازين. المباراة دهيت بين جيبو بالأبيض ولازار بالأسود، واتلعبت في بطولة باريس سنة 1924، والمباراة ديت بتعتبر أقصر مباراة اتلعبت في التاريخ في بطولة كبيرة زي بطولة باريس. هناخد المباراة دهيت علشان نعرف ازاي نكتب الدور بالطريقة المختصرة. الأبيض لعب دي 4، خلاص ما بنكتبش دي 2 شرطة دي 4، لا بنكتب دي 4 على طول. رد الأسود نايت اف 6، لعب الأبيض نايت دي 2، والنقلة نايت دي 2 دي نقلة وحشة، عشان كده حطينا عليها علامة استفهام، وهي وحشة علشان بتقفل الطريق على الفيل اللي في السي 1 ده، هوت ان هو يخرج لوسط الرقعة ويمارس دوره مع الابيض، فالنقلة دي ما بتخدمش الابيض، انها بالعكس بتعطل احد قطعه من ان هي تطلع وتنتشر في وسط الرقعة. كان المفروض الابيض بدل ما يلعب النايت دي 2 يلعب نقلة زي نايت اف 3، النقلة دهيت بيخرج بيها للحصان، والحصان دايما زي ما احنا قلنا لازم يتجه للمربعات بتاعة الوسط، وبعد كده هنعرف ليه فايدة المربعات دهيت. او كان ممكن يلعب نقلة زي سي 4، النقلة دهيت بتخرج ببيدق لقدام، والبيدق ده هو برضو بيمسك مربع من مربعات الوسط اللي هو المربع دي 5، واحنا قلنا الوسط ده حاجة مهمة جدا في بداية الدور ولازم نسيطر عليه. انما المهم ان الابيض ملعبش كده ولعب النقلة اللي احنا قلنا عليها نايت دي 2، لعب الاسود اي 5، جي في اي 5 نايت جي 4، فالابيض رد عليه بنقلة سيئة وهي اتش 3، وحطينا عليها علامة استفهام يعني نقلة سيئة. كان المفروض الابيض يلعب، انتوا لاحظتوا دلوقتي ان الرقعة لونها اتغير وبقت بني، الرقعة دي احنا بنسميها رقعة التحليل، يعني لما نيجي نشوف نقلات مختلفة عن النقلات اللي لعبت في الدور بنيجي للرقعة البني دهيت. فكان المفروض ان الابيض بدل ما يلعب ال H3 يلعب نقلة زي نايت في جي يروح اف 3، وكتبنا ليه هنا هو جي علشان المربع اف 3 ممكن يروح له الحصان اللي هو في الدي 2 او الحصان اللي هو في الجي 1، فعلشان نعرف انه حصان هو اللي راح الاف 3 بنكتب نايت اللي في جي اف 3، ويكمل الاسود بيشوب سي 5 اي 3 نايت سي 6 نايت سي 4 بي 5 نايت اللي في سي دي 2، وبرضو هنا كتبنا نايت اللي في سي دي 2 علشان المربع دي 2 ممكن يجي بيه بالحصان اللي هو في اف 3، انما هو جه بالحصان اللي هو
في عمود السي للدي 2 مش الحصان اللي في عمود الاف للدي 2، فبنكتب نايت سي دي 2 عشان نفرق انه حصان هو اللي جه. المهم الابيض كان هيوصل للموقف ده، والموقف ده موقف متوازن احسن من اللي حصل في الدور، وتعال نشوف ايه اللي حصل في الدور. رجعنا تاني للرقعة العادية اللي احنا بنشوف فيها الادوار، وقلنا هنا ان الابيض لعب اتش 3 وقلنا عليها نقلة سيئة. هنا الاسود لعب نقلة جميلة جدا وهي نايت اي 3، لعب الحصان للمربع اي 3 دلوقتي طالب الوزير، والوزير ملوش اي حركة، لكن الابيض عنده البيضة اللي هو في الاف 2 ممكن ياخد الحصان اللي هو في الاي 3، لكن الابيض سلم. سلم يعني ايه؟ يعني قال ان هو خسر الدور. طب هل هو قال ان خسر الدور يعني مش عارف يلعب؟ لا، هو شاف النقلات اللي هيلعبها الاسود بعد ما هياخد الحصان. تعال نشوف الابيض كان شايف ايه وعشان كده سلم. الابيض شايف ان هو بعد ما ياخد الحصان ادي اف في اي 3، الاسود هيلعب كوين اتش 4 كش. دلوقتي الملك ما عندوش حركة وما قدرش ياخد الوزير، يبقى لازم يغطي على الوتر بين الوزير وبين الملك، فما عندوش غير البيضة اللي هو في الجي 2 ده، هو يوديه للجي 3، وفعلا لعب جي 3 ولكن البيضة ده مش محمي والوزير أخده كوين في جي 3 كش مات. ادي الوزير بيقول للملك كش، والملك ما عندوش اي طريقة ان هو يخلص من الكش اللي هي او يغطي بين الوزير وبين الملك، فدي تبقى كش مات، فعشان كده الابيض سلم من لما كان الحصان هنا في الاي 3 وهو شايف النقلات بتاعت الاسود اللي هيجيله في الاخر كش مات. ارجو انك تكونوا استمتعتوا بالدور ده هوت، وعرفتوا النقلات الصح والنقلات الغلط، وعرفتوا كمان ازاي نكتب الدور بالطريقة المختصرة.